مساء الخير، دي المحاضرة الثالثة من محاضرات الباور بلانت تكنولوجي طلبة سنة رابعة القوة الميكانيكية سنة 2019-2020. كنا في المحاضرة اللي فاتت شغالين في شابتر 2، ووصلنا ان احنا اتكلمنا على البيسك اكويشن بتاعة السولار كوليكتور، وهي علاقة رغم انها بتتعلق بكلام مهم جدا الا انها علاقة سهلة جدا وعلاقة بسيطة جدا، زي ما وردتكم في المحاضرة اللي فاتت من الحاجات اللي انت خدتها في اولى ميكانيكا. المعادلة دي هنحتاج ان احنا ندخل في تفاصيلها شوية النهاردة. هقسم المحاضرة على نصين. النص الاولاني هتكلم على اللوسز اللي هتخرج من الكوليكتور نتيجة ارتفاع درجة حرارته عن درجة حرارة الجو، والنص التاني هتكلم على فاكتور كنا اتعرضنا له المرة اللي فاتت عن تعريفه اسمه الهيت ريموفال فاكتور، وده بيقول لي قد ايه من الحرارة اللي خدتها اتحولت لكيو يوسفل. هبتدي ان انا هبص الاول على ده الجزء اللي خدناه المحاضرة اللي فاتت. اتكلمنا على ان الكوليكتور هتنزل عليه الأشعة الإيرادينس مضروب في الأريا بتاعته، وفرقنا بين أريتين، أريا اسمها الأريا الأبتشر أريا، وأريا تانية اسمها الريسيفر أريا. دلوقتي هتخرج منه أوبتيكال لوسز، هيفضل لي جي تي دي هتتحول للأبزوربد راديشن اللي احنا بندينها الرمز اس. اس هيخرج منها جزء اسمه يو ال في درجة حرارة البليت ناقص درجة حرارة الجو في الاريا بتاعت الريسيفر، واللي هيفضل لي ده الكيو يوسفول اللي انا بدور عليها انها تبقى اقصى حاجة اقدر اجيبها. يو ال هو ده اللي احنا هنهتم ان احنا ندرسه في الجزء الاولاني من المحاضرة. تي بليت مين انا معرفهاش، وبالتالي هحطها بدلالة حاجة انا اعرفها. الحاجة اللي انا اعرفها هي درجة حرارة الفلويد في الدخول، وعلشان كده هضرب كل المعادلة او هضرب الكيو يوسفول اللي طالعة من المعادلة بصورتها دي، هضربها في فاكتور اسمه الهيت ريموفال فاكتور. لو مشينا لقدام شوية، ده طبعا كل الكلام ده احنا خدناه، لو مشينا لقدام شوية هتلاقي التعريف بتاع الهيت ريموفال فاكتور. اهو الهيت ريموفال فاكتور بيقول لك ان هو الاكتشوال يوسفول انرجي جين، ده اللي هو هنا اهو، تو ذا يوسفول جين اف ذا هول كوليكتور سيرفيس وير از ا فلويد انلت. يبقى هو ده بس من غير ما يتضرب في اف ار، يعني كان تخيل ان اف ار دي طلعت بره، اللي هيبقى بين القوسين هيبقى اليوسفول جين بس في حاله ان تي بليت مين هي تي فلويد ان. علشان اخلي كيو يوسفول اللي فوق هي كيو يوسفول اللي تحت، رحت ضارب القوس في اف ار، عشان كده ظهر لك هنا اف ار. يبقى الفرق بين المعادله اللي فوق والمعادله اللي تحت، المعادله اللي فوق فيها تي بليت مين، المعادله اللي تحت فيها تي فلويد انلت. علشان المعادلتين يطلعوا نفس الكلام، المعادله اللي تحت ضربت في فاكتور اسمه اف ار. نبتدي بقى نتكلم على يو ال هنحسبها ازاي. لو انا فكرت في ان في اختلاف ما بين الفلات بليت كوليكتور او الكوليكتور العادي مع الكوليكتور اللي بستخدمه في الكونسنتريشن اللي هو في الغالب بيكون ايفاكيوتد تيوب، هلاقي ان الايفاكيوتد تيوب نتيجة درجات حرارته العالية بيبقى فيه جزء كبير منه حرارة بتفقد بالراديشن، وبالتالي ما اقدرش افترض انه يو ال دي رقم ثابت عند اي درجة حرارة للكوليكتور. وبما ان الفلويد اللي ماشي جوه المواسير عمال يسخن كل شوية، فانا مش هقدر اقول ان يو ال بتاعت كل سيكشن هي متساوية، يعني مش هقدر اقول ان في يو ال عام على كل الكوليكتور. علشان كده لو مسكت ايفاكيوت تيوب بالمنظر ده وابتديت ادرسها، هقول ان ادي الحرارة جاية،
نقول ان جزء منها اتشال في الماسوره اللي بره الازاز، وبعد كده دي الماسوره اللي جوه اللي بتمتص حراره وبتديها للفلويد اللي جوه، ايا كان بقى زيت ملح أي زي ما يكون. الجسم ده درجه حرارته عاليه، ودي اللي هسميها تي ريسيفر، انا هنا مسميها تي ار. بعد كده الحراره اللي خدها هتبتدي تخرج لوسز، هتروح للسطح الداخلي من الكفر الازاز، الجلاس كفر، دي اللي انا مسميها تي كفر ان. الكولكت الكفر هيخرج حراره بالكوندكشن خلال السمك بتاعه، ودي هسميها تي كفر اوت. المعادله ديت او اللوسز دي عباره عن لوسز في الكوندكشن. بعد كده الكفر من سطحه الخارجي هيخرج حراره في صورتين، الصوره الاولانيه كونفكشن للهواء اللي براه لغايه تي اير، والصوره الثانيه بيخرج راديشن للتي سكاي. احنا عارفين طبعا ان معادله الراديشن هي فانكشن في تي اس 4، فعشان كده لو حطيتها بدلاله تي اس 1 لازم اتوقع ان الريزيستنس اللي ما بين الكفر من بره والسكاي لازم هتكون فيها فانكشن في تي اس 3، وهو ده فعلا اللي انت شايفه، ان تي اهي القوس ده تي اس 1 والقوس ده تي تربيع، فهتوقع ان في تي اس 3. حاجة تانية واضحة جدا من الكلام بتاعنا، واضح ان الدايرة دي لو حسبت لها قيمها، قيمها بتتوقف على القيمة اللي انا فارضها للتي كفر اوت والتي كفر ان. كمان انا هعمل تبسيط للإكويشن دي عشان اقدر احلها. هفترض ان الريزيستنس دي قليلة جدا، بمعنى ان الكي دي عالية وان الفرق بين الدي اوتر والدي انر مش موجود، فرق قليل جدا، وبالتالي هقدر اقول ان المقاومة دي صفر، وتي كفر ان هي تي كفر اوت. بالمنظر ده هتبقى المعادلة بتاعتي عبارة عن حرارة ماشية بالراديشن من الريسيفر للكوليكتور اوت للكفر اوت، وبعد كده بتتقسم لجزئين. لو ان تي سكاي قدرت تفرض انها تساوي تي اير، في الحالة دي ممكن اختصر الدايرة دي واحلها على طول، بفرض طبعا ان انا عارف تي كوليكتور تي كفر اوت. لما هطلع الحل ده لو طلع لي ان اللي داخل للكفر هو هو اللي خارج منه، يبقى درجة الحرارة اللي انا فرضتها دي فعلا هي درجة الحرارة الصحيحة. لو ما طلعتش كده هضطر اعمل iteration. علشان كده في شغلنا بتاع النهاردة هحاول اخد معانا مسألة من الشيت واحلها. الشيت ده موجود عندك في الماتيريال بتاعتك لو ابتديت تقرأ كده معايا. سيلندريكال بارابوليك كونسنتريتور، احنا هناخد جزء منه اليو ال، وبعد كده هنرجع لنفس المسألة في النص التاني من المحاضرة وناخد ازاي نحسب منه اف ار. Cylindrical parabolic concentrator with 2.5 meter length و 10 meter واللينس الويتس 2.5 متر واللينس 10 متر. has absorbed radiation per unit area 430، دي الاس على طول. receiver is a cylinder with an emittance of 0.18 and is surrounded by an evacuated glass cylinder envelope. the absorber has a diameter of 60 millimeter and the transparent envelope has an outer diameter of 90 millimeter with a width of 4 millimeter. The collector is designed to heat fluid entering at 152.5 flow rate 0.0537 kilogram per second. The fluid has CP kaza. Heat transfer inside the tubes 300 watt per meter square and the overall loss coefficient 3.82. هو هنا مديني اليو ال، بس انا هاجي في النص التاني وده اللي احنا هنبتدي نشتغل فيه دلوقتي. هحاول اجيب يو ال دي بفرض ان انا عارف كل حاجة هي فوق، وبفرض ان انا عارف ان درجة حرارة الازاز 18 درجة، وههمل السيرما ريزيستنس بتاعت الجلاس، ده اللي احنا عملناه في السلايد اللي فاتت، وهفترض ان الابزوربشن من الشمس في الازاز بصفر،
يعني مفيش إضافة حرارة عند الإزاز، عند نقطة الإزاز، وهستخدم العلاقات اللي هو مديهاني عشان أجيب الهيت ترانسفير كوفيشنت باي كونفكشن. تمام. علشان نعمل الحل ده أنا هفتح قصادك هنا هفتح قصادك engineering equation solver، بحيث ان انا اقدر احط العلاقات بمنظرها دوت وابتدي اشوف ازاي احلها. ففي الاول انا كتبت هنا على جنب درجات حرارة كده كل الانبوت، تعال نبص عليهم كده. اللي بين اتنين كوتيشن ده بره الحسابات بتاعتي، بس ده بيبان لو انت طلعت التقرير. انا حطيت سيجما 5.67 10 to the minus 8، حطيت ابسلون a ده اللي هو انا كاتب لك هنا دي نوتس ابزوربر وسي دي نوتس كوفر، اللي احنا كنا بنسميهم كل ده كنا بنسميه ريسيفر، بس احنا هنا هنميز ما بين الابزوربر والكفر في الريسيفر. انا هنا حاطط اي رقم، هو قال لي انه نرجع للمسألة، قال لي emittance 0.18، فهحط الرقم ده ب 0.18. الابسلون بتاعت الجلاس 0.88، عندي الدامتر الخارجي بتاع الابزوربر ب 60 مللي، والدامتر الخارجي بتاع الازاز ب 90 مللي، بس هخصم منه السمك فوق وتحت او يمين وشمال، فهيبقى 82 مللي. درجة حرارة الابزوربر هي عبارة عن درجة الحرارة الافريج، بص معايا في دي درجة الحرارة الافرج بتاعت الفلود وهو داخل زائد الفلود وهو خارج على الاتنين، ده هيعبر لي تقريبا عن الافرج بتاع، وان كان هو اقل شوية من الافرج بتاع الفلود اللي داخل. بس لو زودت عدد دلتا تي، دلتا تي دي الفرق بين الفلويد مين والبليت مين، هقدر اجيب درجة الحرارة بتاعت الابزوربر او الافرج بليت تمبشر اللي كنا بنتكلم عليها قبل كده. انا دلوقتي عشان امشي المسائل هحطه انه ب200، وبعد كده هانفستيجيت الكلام ده. درجة حرارة الكوليكتور انا مش عارفها فبجربها، انما ممكن اجرب ان انا احطها بال18 اللي هو قال لي عليها. درجة حرارة الامبيانت هفترض ان هي السكاي واحطها ب10 درجات. دلوقتي انا عايز اشوف الراديشن لوسز قد ايه، وبعد كده احسب الكونفكشن لوسز. الراديشن لوسز بسيطة، انا كاتبها لك على جنب اهي. هقدر احط هنا الراديشن لوسز، انا عندي كيو راديشن من الابزوربر للكفر هو سيجما في تي اس 4 ناقص تي اس 4 مضروبة في ابسلون افكتيف. ابسلون افكتيف هي مقلوب واحد على ابسلون زائد واحد ناقص ابسلون سي على ابسلون سي مضروبة في الدامتر على الدامتر، كل ده مضروب في الاريا. علشان تشوف العلاقات دي اوضح شوية هطلع لك الفورماتد ايكويشن. ادي سيجما تي اس 4، انا طبعا درجات الحرارة عندي في السلسيوس فحولتها للكلفن، وبعد كده ضربت في الابسلون افكتيف اللي هي واحد على القوس ده باي في الدامتر، ده الاريا بتاعت الكوليكتور بتاعت الابزوربر. الحرارة اللي هتخرج بالراديشن من الكفر للامبيان دي هتساوي سيجما في تي كفر اس 4 ناقص تي امبيانت اس 4 مضروبة في الابسلون، في الحالة دي هيبقى الابسلون بتاع الكفر لان الامبيانت هيبقى بلاك سيرفيس، مضروبة في الاريا بتاعت الكوليكتور. لو رجعت للكلام ده انا كده اقدر احسب الكيو دي والكيو دي. طيب لو عايز اضيف الكونفكشن لوسز، كونفكشن دي مساله كونفكشن كامله، ممكن احط الكونفكشن هنا اهو
احسب رينولدز نمبر، لما بحط الرقم ده العلامة دي، ده معناه انه نمبر ما يحاولش يقراه على انه رقم لاتيني ولا حاجة، انما هنا لو كتبت نيو بالمنظر ده هيفهم ان دي نيو الرمز اللاتيني. فانا قلت ان ده هو الديامتر الخارجي، رينولدز هنا هتكون الديامتر الخارجي، وهو ده فعلا اللي هو جيفن بالاس اي يونتس. تمام. انا هنا حاطط ده الديامتر الداخلي، فلازم ازود له 2 في السكنس فعلا زي ما كان مكتوب، مقسوم على نيو، ونيو هي الفيسكوستي على الدنستي اللي هي الكيناماتيك فيسكوستي مش الديناميك فيسكوستي. حطيت سرعة اللي قال عليها 5 متر على الثانية، وبعد كده حسبت من الرينولدز نمبر حسبت نصلت نمبر. خد بالك ان هنا قلت نيو، انما هنا نيو جنبيها الشرطة دي فهم انها نصلت نمبر ما حولهاش. بعد كده طلعت من النصلت نمبر، طلعت بمعرفتي للكوندكتيفيتي والديامتر الخارجي، قدرت اجيب الهيت ترانسفير كوفيشنت، ومنها قدرت احسب اتش في ايه في دلتا تي، اتش في باي الديامتر الخارجي في دلتا تي، قدرت اجيب الحراره اللي خارجه بالكونفكشن. لو حسبت انا دلوقتي مديله درجه الحراره ب 18، هضغط F2 وهحسب. انا هعلم لك دلوقتي على الحاجات اللي انا بعيني المفروض تيجي عليها. دي الحراره اللي هتخرج بال، نخلي دي اصفر، ده بالكونفكشن خارج، وعندي دي الحرارة اللي بالراديشن خارج، وعندي دي الحرارة اللي بالراديشن اللي داخلة الازاز جاية من الكوليكتور. نحطها بلون تاني، نحطها بلبني مثلا. انا دلوقتي بدور على ان اللبني ده يساوي مجموع الاتنين دول، واضح ان العلاقة مش مظبوطة، ان اللي خارج اكتر من اللي داخل. فانا المفروض دلوقتي اعمل ايه؟ اخد درجة الحرارة بتاعة الكفر، هي موجودة فين؟ تي كوليكتور اهي 18 دي، وانقصها شوية عشان اللي خارج منها يقل، ازود انقصها شوية عشان اللي خارج منها يقل واللي داخل لها يزيد، وهو ده فعلا اللي انا هعمله. بس انا عايزك اجرب الاول، ان انا اجرب طريقتين لحل المسألة دي. في الاول هخبي درجة الحرارة تي سي دي، هشيلها من المعادلات بتاعتي، وهاجي اقول له اعمل لي تيبل جديد، نيو بارامتريك تيبل. النيو بارامتريك تيبل ده هحط فيه درجة الحرارة تي سي، وهحط فيه كل درجات الحرارة بتاعتي اللي اكتر من كده. انا ممكن برضو اظبط نفسي باني اقول له انا عايز اعمل بقى بالانس على الازاز، فممكن اكتب له الجملة دي، كده اكتب له ان الدلتا كيو هي كيو الراديشن اللي داخل للكوفر ناقص كيو راديشن اللي خارج من الكوفر ناقص كيو الكونفكشن اللي خارج من الكفر. انا بدور ان دلتا كيو دي تساوي صفر. انا ممكن اخليها كمان ابسوليوت، اقول له الابسوليوت بتاع الكميه دي انا عايز اعمل له مينيمايزيشن. تعال الاول نجرب بايدينا، ان انا اجي في التيبل اللي عملته، اسف فين التيبل اللي موجود، تيبل الالتر فاليوز، هفتح فيه تي سي، هقول له اول قيمة للتي سي خليها مثلا، احنا قلنا 18، احنا عايزين نقل عن 18، عمره ما هيقل عن 10، فاحنا ممكن نقول له انه هنخليه مثلا 14 لغاية 22 مثلا، او خلينا نجيب قيم اكبر لغاية 30 ون ابلاي. لو فتحت التيبل بالمنظر ده
فين parametric table اهو، هلاقي عدد القيم. انا هضيف عمود ناحية اليمين وهحط فيه قيمة دلتا كيو، وهبتدي اتفرج على المنظر اللي موجود عندي. لو انا حليت دوست F3 هيحللي. وطلع لي القيم اهي. انا طبعا لو كنت محولها كانت هتبقى في قيم بالموجب وبعدين قيم بالسالب. يعني هنا لو قلت ادي اللي بالراديشن اللي داخل 81، وهنا 67، يعني ده كان هيبقى بالسالب، في تبقى 6 بالموجب داخلين زيادة. لو هنا عملت الحسبة هلاقي ال 14 دول بالسالب، فكان المفروض ان هو هيطلع لي الحل. يعني تعال نشيل الدل الابسوليوت مؤقتا ونحل كده. واضح ان الحل ما بين ال 15.78 وال 17.56. انا ممكن اعمل ريفاينمنت اكتر من كده علشان اقدر اجيب القيمة بتاعة درجة الحرارة بالظبط واعمل منها الحسبة بتاعتي. وممكن اعمل حاجة تانية. الاول تعال نرسم الكلام ده. لو انا هرسم الكوليكت درجة الحرارة على الافقي والديل كيو على الرأسي، من هنا هوصل اني ممكن هنا اقول له بين لي خط الصفر الزيرو لاين، ومن هنا ممكن اقول له بين لي جريد لاينز. فواضح ان في نقطة تقاطع مع الصفر، ان اللي داخل يساوي اللي خارج، الهيت بالانس موزون عند النقطة دي. وبكده يبقى انا عارف ان درجة الحرارة ما بين ال 16 لل 17 مثلا. انت ممكن بقى نقلل الكلام ده، يعني ممكن ارجع تاني للتيبل والعب في الفاليوز دي، اقول له خليها من 14 ل 21 مثلا. لا احنا عايزينها درجات منتظمة، نقول من 14 ل 20 او نقول له بدل ما نغير نقوله الانكريمنت، بدل ما هي 0.66 نخليها 0.5 ونخليه يحل. اوكي. الحل ده بتاع المرة اللي فاتت، انما انا لو جيت قلت له اوتوماتيك ابديت وقلت له خد الداتا من البارامتريك تيبل ده هيعمل لي الحل الجديد. ممكن برضو اظبط القيم هنا، ان عايز دي مثلا اكبر حاجة فيها 20، ودي مثلا من ناقص 50 ناقص 20 ل 50. كده بقت الدنيا اوضح شوية وبنت لي درجة الحرارة اللي حصل عندها التقاطع فيه. انا ممكن اعمل الكلام ده واعتمد عليه، ومنها اجيب ال يو ال اللوس كوفيشنت. يعني ممكن اكتب هنا لوس كوفيشنت كالكوليشنز، واقول له ان يو اندرسكور ال هتساوي كيو. اني كيو فيهم الافريج ما بينهم، ما بين الداخل والخارج، او ممكن اعتبر ان هو الداخل بس بما ان انا شايف ان قيم الداخل ما بتتغيرش. فهلاقي ان كيو اندرسكور ار الراديشن اللي من الابزوربر للكوفر، كل ده مقسوم على فرق درجات الحرارة ما بين الابزوربر والامبيانت. هنا نسيت اندرسكور اهي، وهحل واقدر اطلع الكلام دوت. طيب بالمنظر ده الحل بتاعي لازم يكون احل في التيبل، لاني هدور على كذا قيمة. ممكن اجي برضو في الحلول بتاعتي
يعني مثلا يجي هنا عايز اجيب القيمة بالظبط، فممكن اقول له في الكالكوليت مينيمايز، انا عايز مينيمايز ايه، انا عايز مينيمايز ديل كيو عن طريق ان انا اغير ايه، عن طريق ان انا عايز اغير تي سي. ايه هي الباوندز بتاعتي؟ اولا الجاز فاليو نقول ان هنديله 14، وهنا مثلا من اول 10 لغاية 20، ما يطلعش بره النطاق ده بما ان انا عارف ان الحل في المنطقة دي، واقول له اوكي. تو اندبندنت، انا هنا لازم اشيل العلاقة بتاعة اديله تي سي انها رقم ما تكونش في تيبل، سوري في 4 اعتقد، مينيمايز يو ال ك فانكشن. كده تي سي هتبقى مش جيفن، نشيل المعادلة ديت، المفروض ان انا اشيل المعادلة دي. لو حليت كده جرب الاول ان احنا نحل باتنين، اعتقد ان في اكويشن احنا حاطينها غلط، تي اير او تي ابزوربر نسينا نحط، فافتكرها انها حاجة جديدة. طبعا لأ، لازم اشيل، لازم اشيل ديت من المعادلات، وبعدين اعمل مينيمايزيشن ب تي سي، قلنا له الباونس تمام هو لسه فاكرها، ونعمل اوكي. حل طلع ان تي سي ب20، طلع دلتا كيو. احنا لسه احنا نسينا نحط الابسولوت زي ما كانت ابسولوت، ومن هنا نقدر ندوس F4 بقى المرة دي اهو، ونحل. في الحالة دي طلع انها 16.42، ودي طلعت ايرور دلتا كيو 0.01 من الاساس اللي هو 80 81، فال 0.01 من 81 دي اقل من 1 من 10,000، ونقدر وقتها نطلع يو ال اللي هي فين عندنا يو ال. اهي تطلع بالمنظر ده، دي يو ال، بس ديت مش مضروبة في الاريا، فيها غلطة ان انا عايز اضرب اقسم كمان على الاريا. على باي في تي، او اسف، باي في، حسب انت بقى هتشتغل على ايه فيهم. انا هشتغل على دي ايه بس للتسهيل دلوقتي، انما ممكن تعملها باي قيمة انت عايزها ما دام انت عارف الاريا اللي انت شغال عليها. نبص على الحل اهو، عملنا مينيمايزيشن، طلعنا القيم، طلعت يو ال برقم تقريبا متوقع اهو، نقدر نعمل عليه هايلايت، نعمله هايلايت بأي لون من الألوان دي اوكي بس. فهو ده الرقم، لو نقدر نعمله اندر اهو، بس ده هيكون الجزء الاولاني من محاضرتنا. بعد شوية عشان الفيديو ما يطولش هنعمل الجزء التالي، بيتكلم على الـ FR بتتحسب ازاي.